الرسام السوري وسيم نون عيسى يبدع برسم لوحة فنية بكلمات أغنية من أول دقيقة. استطاع رسم الأسطورتين إليسا وسعد المجرد في صورة واحدة، وعلق الرسام المبدع على الفيديو الذي شاركه عبر حسابه على انستغرام عن كمية الجمال والإحساس لما يجتمع ملكة الإحساس والمعلم. وتفاعل سعد المجرد وإليسا مع الفيديو بمشاركته عبر خاصية انستا ستوري بحساباتهم الرسمية. بحبك قد ايه.